من وزارة التموين لوزارة التربية والتعليم، وقلوبنا طبعا مع كل طلبة الثانوية العامة ومع كل الأسر اللي مهما حتى هيحصل تطوير في عملية التعليم، دايما الأسر المصرية بالنسبة لها الثانوية العامة هي مرحلة حرجة جدا 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 في عمر كل طالب أو أي حد من أبنائهم بيمر بده. عشان كده دايما وزارة التربية والتعليم مراعاة للظروف كل يوم بتحط ملاحظات، كل يوم بتحط توجيهات عشان الطالب وهو رايح الامتحان او طالبه وهي رايحه الامتحان يكونوا عارفين ايه اللي المفروض يعملوه وايه اللي المفروض كمان ما يعملوهوش. كان في اعلان من وزاره التربيه والتعليم عن عدد الاسئله في كل ماده، الدرجات الخاصه بالمواد دي في امتحانات الثانويه العامه. الوزاره كمان كان ليها تاكيدات على تعليمات مهمه للطلبه، واحنا كمان بنقولها هو تاني وبنعيدها مع حضراتكم زي ما احنا متعودين بطريقتنا. اول حاجه تحذير على اي طالب انه يقطع كراسة الاجابة او جزء منها او انه يحاول ياخد كراسة الاجابة بتاعته معاه وهو ماشي، عشان لو لا قدر الله حد من الطلبة عمل كده هيتم تحرير محضر فورا وهتضيع عليه السنة والامتحانات. طيب، مش مسموح لاي طالب انه يطبق كراسة الاجابة نهائي، يعني ما اروحش عامل كراسة الاجابة كده او كده او كده، فاهمين طبعا لان احنا كنا طلبه فعارفين ايه اللي ممكن يحصل. ده ممنوع منعا باتا عشان كل الناس تبقى واخده بالها. طبعا مش هيمشي من اللجنه وضع طبيعي الا ما يسلم كراسه الاجابه بتاعته للملاحظ. الوزاره كمان قالت مفيش تليفون محمول، مفيش تليفون محمول على كل الطلبه، مش الطلبه بس، والمعلمين كمان داخل اللجان، وانه لو تم ضبط تليفون مع طالب او معلم او حتى ما استخدموش يعني حتى لو كان مغلق او هو ما استخدمش التليفون او واخده لاي سبب ما او حتى تليفون ما لقوش عليه اي ماده، فده هيعرضه ان الامتحان بتاعه هيتلغي فورا حتى لو ما استخدمش التليفون ده في الغش، وممكن كمان يتعرض لاكتر من كده انه يتحرم من الامتحانات لمده سنه. طب ايه تاني؟ لو بأي وسيلة ما بتليفون أو بأي جهاز صورت الأسئلة أو الإجابات فأنت هتتحرم من الامتحان سنتين. الحرمان من الامتحان سنتين، مش بنتكلم على سنة واحدة أو هتخسر مادة، لا بنتكلم على سنتين ممكن لا قدر الله الطالب يعرض نفسه ليهم ويلاقي نفسه محروم من دخول الامتحانات لمدة سنتين. كمان ممنوع منعا باتا وجود أي جرايد أو مجلات داخل لجنة الامتحان ولا حتى من منطلق أن حد يقولك أنا هسند عليها أو أنا مش جايبها عشان أفتحها، أنا جايبها بس عشان أحط فيها حاجتي أو أي مكان، ممنوع منعا باتا. فياريت كل طلبة الثانوية العامة ربنا يوفقهم يا رب، نتمنى لهم النجاح إن شاء الله بإذن الله في البرنامج ده، نحتفل بيهم ونحتفل بأوائل الثانوية العامة زي ما احنا متعودين كل سنة، وكورونا ما توقفناش عن أي حاجة. كل اللي مطلوب منهم إن هم يركزوا في المذاكرة، يبعدوا عن التوتر، يلتزموا بكل تعليمات وزارة التربية والتعليم عشان ما حدش لا قدر الله يتعرض لأي عقوبة. وأهم من ده كله بقى كمان ما تنسوش لما تخرجوا من اللجان ما تتجمعوش مع بعض عشان تحافظوا على نفسكم وعلى صحتكم. يا ريت ما نوقفش نراجع الأسئلة مع بعض بعد الامتحان ما يخلص، يا ريت اولياء الامور ما يقفوش قدام اللجان ويتجمعوا برضو مع بعض. يعني ده طبعا احنا بنقوله دي تعليمات الوزاره، لكن احنا بنقول لحضراتكم ده مننا حفاظا على صحتكم ونوع من انواع التوعيه. تعالوا نشوف برضو جراف بيقول لحضراتكم قد ايه عدد الاسئله اللي موجوده في الامتحانات درجاتها المعلنه من وزاره التربيه والتعليم.